كابتن بلال، خليني اكلمك على لعيب عنده مميزات كويس. يمكن النهارده انا حسيت بيه وهو بيتغير، يعني هو كان فيه يعني حزن او زعل وهو بيتغير. محمد شريف؟ اه. هل الزعل والحزن لانه مثلا كان نفسه يجي في ماتش زي ده جول؟ كان نفسه يرجع محمد شريف بعد الفتره اللي فاتت اللي حصلت في المنتخب؟ بص يا كابتن، هكمل. تقول له ايه؟ يعني لو انت بتوجه حاجه، توجه رساله لمحمد شريف. بيمر بظروف صعبه جدا. اللي هي؟ وعنده تحديات كبيره، يعني انت رقم واحد في الدوري العام السنه دي، السنه اللي فاتت هداف الدوري العام. ماشي. تمام؟ المفترض انت بتلعب في النادي الاهلي. الطبيعي يبقى ليك مكانتك في منتخب مصر. كويس. اتسلبت منه المكانه في منتخب مصر، تمام؟ ايا كانت الاسباب بقى. يعني هل ماشي فكرة مدرب بيلعب عليه بقى كويس وحش؟ مش يعني رؤية مدرب. يعني رؤية سيئة جدا طبعا، بس دي رؤية مدرب بس. دي ما توقفنيش عند لا، بس هو لازم يفهم ان هي رؤية سيئة. ماشي يا كابتن. ماشي. ما هو بص، خد بالك، يعني انا النهارده لما بقى ما بلعبش وجهة نظر خاطئة من المدير الفني، يبقى انا النهارده راجل خلاص، انا محتفظ بامكانياتي، غير لما يبقى ده احسن مني فانا اعيد له، فبالتالي الافكار بتبقى مختلفة. خد بالك. يعني انا النهارده قاعد لكابتن ايمن شوقي، كابتن اعلى مني، تمام؟ خلاص ده انا يبقى فكري راح في حته تانية، غير لما الكابتن شوقي، كابتن ايمن شوقي، يبقى هو بيلعب، يعني المدير الفني شايف وجهه نظر، وجهه نظر مش مظبوطه، وكل الناس شايفه ومقيمه كده، يبقى ده موضوع تاني. جه تمام بقى. لا، الموضوع الاولاني ده هيأثر فيك نفسيا؟ يأثر. يأثر. شريف بعد النزول والخروج بتاعته في المباراه السيمي فاينل، كانت سيمي فاينل، السيمي فاينل، تأثر على اي لعيب؟ تأثر على لعيب طبعا، ايا كان، ايا كان حجمه. معلش، انت النهارده بتنزلني في الدقيقه 100، دي كارثه. تمام؟ وتغير سوري، في الدقيقه في 95 تقريبا و90، وبتخرجني في الدقيقه 105. لاعب 7 دقائق، 6 دقائق. لا، لعب 12 دقيقه. 12 دقيقه بالظبط. تأثر على اي لعيب؟ واحنا شفناه بيعيط وهو خارج، وضع طبيعي جدا. لعيب المفروض لعيب كبير، هداف دوري، المفروض لعيب اساسي منتخب، وقبل ما يجي كروش كان هو اساسي منتخب مصر. صح. تمام؟ وبعدين فجاه بيتعمل كل ده، وفجاه بتلاقي نفسك بتنزل 10 دقائق في الاكسترا تايم، وبعدين بتغير تاني كمان قبل لا، ده موضوع كبير. فده موضوع كبير يا كابتن، ياثر عليك مده قد ايه؟ بص، يعني ممكن ياخد معايا شوط شويه يعني، تمام؟ لكن مش هيفضل طول العمر اكيد، يعني ده وضع طبيعي. اطلع منه ازاي كمان؟ خاصه انه رجع بقى اساسي في النادي الاهلي مره ثانيه. تمام؟ انا اطلع نفسي ولعب ازاي؟ ولعب مباراه الهلال السعودي، ولعب مباراه الهلال السوداني. أيوه. والنهارده بيلعب. كويس. لازم شريف يغير، ويغير كمان من طريقه لعبه في الملعب. يعني النهارده في حاجتين، لازم انا نفسيا اتغير من جوه، لازم خلاص انسى كل الحوارات اللي حصلت مع المنتخب. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم يعرف ان المدير الفني غير طريقه اللعب، فبالتالي انت بقى مطلوب منك انك تتحرك في ال 18 وتشتغل بدماغك، بدماغك كهيدرز. أيوه. مش بدماغك كفكر. فهم. تمام؟ وتشتغل تحركات جوه مختلفة تماما، لأن زي ما كابتن أسامة اتكلم من شوية، أنت طريقة اللعب القديمة اللي بتعتمد إن مجدي قفشة يديك الثرو باس، الحاجات الصغيرة دي مش موجودة. لأن هو مش موجود. حتى لو موجود في الملعب بيلعب طرف ملعب، فبالتالي مش هتقدر تشتغل. فاليمين ممكن يشتغل معاك كويس، طرفين الملعب، الباكين والاثنين الوينجرز اللي جنبك. فأنت لازم كمان تغير من طريقة لعبك عشان تستفيد من اللعيبة اللي جنبك، وعشان تقدر تسجل أهداف وترجع لوضعك الطبيعي كراجل بيسجل أهداف في كل المباريات. السنة الموسم اللي فات كان بيشتغل كده. كويس. هل هو لحد دلوقتي متأثر نفسياً من اللي حصل في المنتخب؟ أعتقد. 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 أعتقد إنه متأثر نفسياً. عشان كمان الأجوان غابت عنه شوية. ما قبل أفريقيا برضه. قبل أفريقيا كان غايب شوية. لو الأجوان جت يعني في ماتش الهلال والماتشات اللي بعديها، كان ممكن نفسيا يتعدل قوي. هو حس ان هو عايز يثبت حاجه معينه، وما بيجيبش جوان دلوقتي، فممكن. وفي حاجه مهمه برضو يا كابتن تاني، ان البديل ما كانش جاهز، فبالتالي برضو دي عمل الحته التنافسيه دي مهمه جدا بالنسبه لرصاصه الحرب. طبعا حسام حسن قعد فتره غايب ومصاب ومش جاهز، فانا بلعب ما بلعب بلعب يعني، عارف يعني، لو في الحته السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب في البدايه في اول الموسم، وكان بيلعب عليه لعيبه، فكان تنزل الملعب انت حاسس بيه انه عايز يسجل اهداف. صح صح. حاسس بيه. وكان في صلاح محسن، وصلاح محسن شراسه كبيره جدا. بالظبط. شراسه كبيره جدا. النهارده صلاح محسن مش موجود، وحسام حسن مصاب، مش أيوة. فهو بيلعب ضامن مكان. بالظبط. انا هلعب الماتش الجاي، حتى لو غيرت برضه هلعب الماتش اللي جاي. لا، الحته دي لازم شريف يركز فيها قوي، ان النادي الاهلي المكان مش محجوز لحد. غالي. تمام؟ جهدك وامكانياتك لازم ترجع زي السنه اللي فاتت بالظبط. أيوة. لازم يبقى الحماس، الرغبه، الطموح، تمام، الاهداف اللي موجوده عندك. النهارده انت راس حربه النادي الاهلي،
لازم تبقى حتى لو ما سجلش اهداف لازم تبقى خارج من الماتش معلي مع كل الناس. تمام، فانا بديله نصيحه ان هو يعني يركز قوي تمام، ويعرف ان هو في مكان صعب جدا 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 جدا.